مثال: find the angle between two vectors. جت الزاوية بين المتجهين A و B. حيث قيمة A جذر 3i زائد j وقيمة B 2i. أستخدم القاعدة السابقة اللي هي A dot B اللي هي قبل شوي تكلمنا عنها اللي هي هاي القاعدة. أطلع الضرب النقطي ل A و B. A dot B يساوي لي 2 جذر 3، يعني أضرب مركبة الآي في الآي، مركبة الجي في الجي، ما عندنا جي هنا، مركبة الكي في الكي، ما عندنا. فيطلع لي 2 جذر 3. حسب القاعدة اللي عندي أنه A dot B يساوي لي القيمة المطلقة إلى A، فالقيمة المطلقة إلى B في كوساين الزاوية. القيمة المطلقة لمتجه A أحسبها. جذر 3 زائد 1 تصير جذر 4. القيمة المطلقة ل B ايش قد يساوي؟ 2، يعني 2 تربيع. فهنا 3 زائد 1 4 جذر 4 2، هنا 2 تربيع، 2 في 2 4 جذر 4، اذا صعد 2، اذا 2 في 2 4. مثل ما عرفنا عندي 4، هاي الأربعة هي ناتج ضرب هذا القوس في هذا القوس، هنا قوس ناقص موجود، لازم أكون قوس بعدين ناحيتين ضرب بعض. فعندي 2 جذر 3 يساوي لي 4 كوساين ثيتا، إذا كوساين ثيتا تساوي لي جذر 3 على 2. أطلع الكوساين انفرس مالته بالحاسبة حتى أشوف شو يساوي لي هذا الزاوية جيب تمام أو الجيب تمام، هذا شو يقابل لي يا زاوية، لاحظ أنه يقابل لي الزاوية اللي مقدارها 30. ها طبعا بالحاسب بشكل اعتيادي يطلع. نجي على طريقة الضرب الثانية اللي هي ضرب الكروس. هم يرمزوا له بالكروس ليش؟ لأنه شكل هذا يمثل كروس، هالشكل مثل الفي. أو يسموه أيضا الضرب الاتجاهي، فيكتور برودكت، لأنه الناتج مالته راح يعطيني مقدار متجه، ما يعطيني مقدار عددي. تطبيقاته بالفيزياء والهندسة كثيرة. فإذا أريد نصف يعني بيصف أنه ميلان المستوي على مستوي آخر، إنجاز الكثير من عمليات ضرب المتجهات في المستوي، وأيضا الحصول على متجه ثالث متعامد على المستوي الذي يحتوي متجهين، هاي فوائد هذا الضرب. خلينا نشوف شنو الصيغة الرياضية لهذا الضرب. الصيغة الرياضية ترمز بالشكل التالي: كروس برودكت تساوي لي اي كروس بي، يعني هذا هنا ضرب يشبه علامة الفي، نستخدمها في الضرب الاعتيادي، ويرمز له يعني يقرأ اي كروس بي. الناتج مالته يكون فيكتور. اي كروس بي إلى صيغ مثل ما أخذنا احنا للدوت إلى صيغ، هنا ايضا اي كروس بي إلى صيغ. لاحظ انه هنا هذا الشكل مثل لي هذا المتجه اي وهذا المتجه بي، والزاويه بيناتهم اللي هي ثيتا. فانا حتى اطلع اتجاه المتجه الناتج راح استخدم قاعده اليد اليمنى، افر الاصابع من الاي الى البي، الابهام راح يشير لي الى المتجه اتجاه المتجه الناتج من ضرب المتجهين اي وبي ضربا اتجاهيا. وهذا الناتج يعني هذا الناتج الضرب راح يكون عمودي على المستوي، يعني المتجه الثالث راح يكون عمودي على المستوي الذي يحوي المتجهين A و B. زين. فالقانون هنا راح يعطيني أي كروس B يساوي القيمة المطلقة إلى A. فالقيمة المطلقة إلى B في ساين الزاوية اللي بين المتجهين في N. N هنا شو تمثل لي؟ احنا هنا تختلف عن القاعدة السابقة اللي أخذناها بالضرب النقطي. الضرب النقطي ما خلينا هنا N. خلينا اي دوت بي، لانه الناتج كان هنا بهاي الجهه، بالجهه اليسرى الناتج كان مقدار عددي، وكان بالجهه اليمنى المقدار ايضا عددي، فما يفرق عددي يساوي مقدار عددي. لكن هنا لا، هنا هذا المقدار اللي بالجهه اليسرى هو مقدار متجه، يعني اي كروس بي يعطيني متجه. فانا هنا عندي بين المقادير كل عدديه، فلازم اضيف مقدار اتجاهي، اضيف اتجاه على مود احدد اتجاه الضرب. فهنا يمثل لي وحده المتجه ان، هنا يمثل لي وحدة المتجه العمودية على كل مستوى الذي يحتوي المتجهين، أو يمثل لي وحدة المتجه التي يمكن استخراجها باستخدام قاعدة اليد اليمنى right hand rule.
عندنا هسه هاي الصيغه مالت القانون، الصيغه الاولى. الصيغه الثانيه هي صيغه المحدد determinant، يعني اقدر احسب ضرب العددي باستخدام determinant بين المتجهين A و B. فاذا كان عندي متجهين A في هالصيغه و B في هاي الصيغه، راح ارسم او اكتب محدد. هذا المحدد بالسطر الاول اخلي I و J و K، بالسطر الثاني اخلي مركبات المتجه اللي اول واحد اللي هو ال A، اللي هي مركبات شنو؟ A1 A2 A3. بالسطر الاخير اخلي مركبات المتجه الثاني اللي هو B1 B2 ما يصير نقلب المتجهين، يعني ما يصير اخلي البي قبل الاي، لانه ما دام انا اضرب الاي في البي اكو خاصيه سناخذها انه الاي كروس بي ما يساوي البي كروس اي، لا. فاني لازم احترس انه لازم انا ارتب الضرب بالمحدد مثل ما هو موجود وين؟ قدامي. يعني شنو عندي؟ اي كروس بي اخلي اول شيء الاي بالسطر الثاني وبي بالسطر الثالث. بالسطر الاول عاده يكون محجوز الى ستاند اوت يونت فيكتورز اللي هي الاي والجي والكي. من اجي افتح المحدد الاقيه يساوي هذا المقدار. هسه هذا المقدار شلون صار؟ هذا المقدار شلون صار؟ خلينا نجيب البدايه. اول ما اجي اريد احسب المحدد، اجي احذف، اذا اجي اول بدايه احذف العمود الاول، الصف الاول والعمود الاول، يعني اجي بالقلم اشخط هذا العمود الصف العفو اللي هو اي جي كي اشخطه، بعدين اجي اشخط الاي الصف الاول، خوش لاحظ شوف بالبدايه اجي اشخط حتى اجي اشتغل، اجي راح اجي اظلل العمود الصف الاول، بعدين اجي اظلل العمود الاول. ايش بقى عندي؟ بقى عندي بس هذا، هذا بالبدايه ظللته اول ما ادري احسب. هذا شنو مركبه الاي؟ هذا الحد الاول، اول حد. شلون احسبها؟ اجي اظلل الصف الاول والعمود الاول. يبقى عندي شنو؟ A2 في B3 هذا وياه، ناقصا B2 في A3 هذا وياه، هذا في I. واضح هسه؟ هذه أول خطوة. الخطوة الثانية أجي أريد أحسب، هذا أبقيه طبعا، لا أبقيه هذا. الخطوة الثانية أجي أريد أحسب مركبة الجي، بما أنه الجي هي واقعة وين؟ واقعة بالصف الأول، فيبقى الصف الأول إيش بيه؟ مظلل. لكن الجي وين صايرة؟ بيا عمود، بالعمود الثاني، فأجي أظلل العمود الثاني. يعني كأنما ما أشتغل به، من أظلله كأنما بعد أني ما أشوفه كأنما أمسحه، معناها من أقول أظلله. فشنو يبقى عندي؟ يبقى عندي ها عادة، يعني أكو فد مقدار عادة المركبة مالت الجي بفتح المحدد، يعني أو إذا حتى إذا ما عندي مثلا جي، أنا عندي ثلاث حدود من أفتح المحدد، الحد الأول، الحد الثاني، الحد الثالث. الحد الوسطي يكون سالب، شوف تلاحظون هذا هنا الحد الوسطي يكون سالب. ليش يكون سالب؟ أكو فد مقدار ثاني ما ادوقكم به، وانما اكو مقدار مضروب في كل، اكو مقدار مضروب بالحد الاول والحد الثاني والحد الثالث. هذا المقدار سواء مو مطلوب تحفظوه، هذا المقدار هو عباره عن ناقص واحد مرفوع الى اس. هذا الاس هو ام زائدا ان، يعني شيء مثل لي عدد الصفوف زائدا عدد الاعمده. فاذا كان الاس اللي هو يمثل لي عدد الصفوف زائدا عدد الاعمده، هذا الاس اذا كان موجب فالناقص واحد راح يصير موجبه، واذا كان هذا العفو اذا كان يعني زوجي المجموع، واذا كان ام عدد الصفوف زائد عدد الاعمده فردي، فبالتالي ناقص واحد راح يطلع الناقص من القوس وينضرب في هذا الحد. فنجي انه الحد الوسطاني اللي هو حد اللي خاص بالجي دائما اكو سالب قدامه، لاحظون هذا السالب موجود. راح اظلله زين. هسه قلنا انا لغيت الصف الاول اللي بي جي والعمود الثاني اللي يحتوي على جي، فبقى عندي هذا. فاجي احسب A1 في B3 تلاحظون هذا وياه، وناقصا A3 في B1 اللي هو هذا في جي، باعتبار انه هو هذا الحد الثاني مثل اللي جي. نجي على الحد الثالث، الحد الثالث اللي له علاقه بكي. كي قلنا وين موجودة؟ موجودة بالصف الأول، فيبقى الصف الأول مظلل. لكن بيا عمود موجودة؟ موجودة بالعمود الثالث، فأجي أظلل العمود الثالث.
طبعا قلنا ما عدا انه الحد الوسط يكون سالب، الحد الاول والاخير يكون موجبات. فاي 1 ناقصا بي 2 تلاحظون هذا المقدار، واي 2 ناقصا بي 1 هذا، اي 2 ناقصا بي 1 عفوا ناقصا، خلي بنات الناقص الاي 2 في بي 1، هذا الاي 2 في بي 1 هذا مضروب في كي. فصار واضح عمليه فتح المحدد. البقيه هي عباره عن عمليه يعني ضرب عادي، هاي مركبات عدديه ما بيها كل مقدار اتجاهي، يعني هذا داخل القوس هي عباره عن مركبات عدديه اصرف فيهم راح يطلع لي الناتج بدلاله الاي والجي والكي. زين نرجع على المعادله الاولى اللي اخذناها اللي هي هذه. نلاحظ انه انا اذا وخرت الان منا ووخرت الاتجاه منه، يعني خليت قيمه مطلقه، اذا وخرت الان منه من هاي الطرف الايمن هنا لازم شنو اخلي؟ اخلي قيمه مطلقه على اي كروس بي حتى يصير كله عباره عن مقدار عددي بالجهه اليمنى ومقدار عددي بالجهه اليسرى. الاحظ شو يكون عندي؟ حيكون عندي بهالشكل، اي كروس بي يساوي لي اي قيمه مطلقه، بي قيمه مطلقه، الساين قيمه مطلقه، الان اذا اخذ له قيمه مطلقه شو يساوي لي؟ الان هو عباره عن وحده متجه، واحنا اتفقنا انه وحده المتجه مقداره يساوي واحد، فما راح ياثر، يعني راح ينشال هذا اليونت، هذا ابسولوت فاليو اوف ان يونت فيكتور راح يصير واحد فينشال فيبقى عندي هذا المقدار. وساين ثيتا هو اساسا راح يعطيني قيمه موجبه هنا. فهذا المقدار اللي راح يكون هو اي كروس بي، هذا المقدار ايش راح يمثل لي؟ لاحظ انه راح يمثل لي مساحة متوازي الاضلاع اللي هو البارالوجرام. البارالوجرام هذا المساحة مالته راح يسيب لي اياها القيمة المطلقة للضرب الاتجاهي. خلينا نشوف شلون. لاحظ انه هذا الشكل هو المتوازي الاضلاع، هذا الضلع يمثل لي القاعدة اللي هو الاي، هنا هذا الضلع اللي هو البي اللي هو الضلع الاخر، والزاويه بيناتهم ثيتا. نلاحظ انه الارتفاع طبعا متوازي الاضلاع، المساحه مالته هي القاعده في الارتفاع، القاعده هنا هي اي، الارتفاع اللي هو هذا اتش شو راح احسبه؟ الارتفاع اتش هو عباره عن بي في ساين ثيتا، طبعا بي قيمه المطلقه اللي بي مو اتجاه بي، وانما حتى هنا انه انا احسب دا احسب اني مساحة، المساحة ما به هنا اتجاه. ف اتش اللي هو ارتفاع يساوي لي بي في ساين ثيتا، وهنا الاي يمثل لي القاعدة، فاضرب القاعدة في البي ساين ثيتا اللي يمثل لي الارتفاع راح يعطيني مساحة البارالوجرام اللي هو متوازي السطوع المستطيل. ملاحظة أخرى أيضا، إذا كان أنا عندي الأي كروس بي يعني المتجه أي كروس بي يساوي صفر، وانا اعرف انه لا الاي يساوي صفر ولا البي يساوي صفر، هذا معناه انه الساين اللي هي الجيب جيب هاي الزاويه اللي بين المتجهين راح تساوي صفر، وبالتالي معناها انه الزاويه تكون اما صفر او 180، وبالتالي هذان المتجهان لازم يكونان شنو؟ بارلل، يعني شنو؟ متوازيين او نفس الاتجاه، هذا سيم دايركشن. فاذا كان عندي حاصل ضرب متجهين اي وبي الضرب الاتجاهي يساوي صفر، وانا اعرف انه لا المتجه اي يساوي صفر ولا المتجه بي يساوي صفر، فمعناها انه جيب الزاويه يساوي صفر اللي بيناتهم، وبالتالي المتجهين يكونان متوازيين او بين قوسين لهما نفس الاتجاه. من هذه اقدر استنتج طريقه لحساب الزاويه بين المتجهين اللي مضروبين ضرب عددي. الزاويه تساوي لي ساين انفيرس اي كروس بي القيمه المطلقه على القيمه المطلقه الى اي في القيمه المطلقه الى بي. من هذه اقدر استنتج اذا اضرب ستاندرد يونت فيكتورز، يعني اذا عندي الاي كروس جي شو يساوي لي؟ يساوي لي كي، والجي كروس كي يساوي لي اي، والكي كروس جي يساوي لي العفو الكي كروس اي يساوي لي جي. هذه استنتجها من قاعدة اليد اليمنى، إذا أجي أخلي قاعدة اليد اليمنى وأضرب أحرك الأصابع من الآي للجي، لاحظ يتجه باتجاه الكي،
اذا احرك طبعا اكو بالعكس الاشاره سالبه فصار اتفاق انه اذا الاي في الجي يساوي الكي بس اذا جي في الكي شنو تختلف الاشاره فانا ابدي من الاي ابدي من الاي في الجي بعدين الجي في الكي بعدين الكي في الاي يعني ابدي من الاي وانتهي للكي مو بالعكس فراح يعطيني قيم موجبه يعني الاي كروس جي تعطيني كي الجي كروس كي تعطيني اي والكي كروس اي تعطيني جي انا اذا ضربت الاي في الاي يساوي لي جي في الجي ويساوي لي الكي في الكي فيساوي لي صفر ليش لانه بين المتجهات افرض المتجه في نفسه ضرب عدد اتجاهي راح يعطيني صفر لانه الزاويه بين المتجه ونفسه هي زاويه مقدارها صفر وبالتالي جيبها صفر وضرب الاتجاهي راح يساوي صفر مجموعه من الخواص للمتجهات بضرب الاتجاه اي كروس اي بي زائد سي يعني توزيع هنا عندنا يعني خاصيه التوزيع وخاصيه التجميع واذا انا ضارب مثلا مقدار عددي اللي هو واي هنا هو واي هو سكيلر فاقدر اضربه مره في الاي او مره بالبي ما ياثر يعني اخليه اذا هو مضروب بالبي بالحاله الثانيه اجيبه اخليه اضرب بالاي هم ما ياثر لانه مقدار عددي والخاصيه الاهم اللي هي اي كروس بي تساوي لي ماينس بي كروس اي يعني انا لازم انتبه انه انا عندي اذا اضرب متجهين اي في بي من اعكس هنا اخلي بي في اي راح يعطيني سالب وتلاحظون اذا انا اجي بالقاعده اللي فريت بها الاصابع اللي هي هاي القاعده اذا اجي افر الاصابع بالعكس يعني من البي للاي الاحظ انه الافهام راح يشير المن الاتجاه المعاكس اللي هو بالاتجاه العكسي يعني مو لهنا الاتجاه يكون بالعكس فهذا يعني انه الاي كروس بي يساوي لي ماينس بي كروس اي نجي على الامثله عندنا هنا مجموعه من الامثله المثال الاول find u cross v يعني جد متجهين متجه u cross متجه v وايضا v cross a يعني v cross u يعني مره يد u cross v وبعدين يد v cross u يعني يعكسهن مره هذا مره ثانيه نشوف شلون نطلعهن معطيني هنا قيم المتجه u ومعطيني قيم المتجه v فاستخدم المحدد هسه راح واحد يقول يعني ليش ما استخدم انا هنا ما معطيني الزاويه اللي بين المتجهين، اذا اعطاني الزاويه بين المتجهين اقدر احسب الضرب الاتجاهي بدون احسب الضرب الاتجاهي بدون ما استخدم المحدد، بس اذا استخدمت الطريقه اللي بها الساين طريقه الساين ثيتا لازم نخلي ببالنا انه انا لازم احدد راح يعطيني مقدار ما راح يعطيني اتجاه. فهاي ايضا نقطة مهمة، هنا المحدد راح يعطيني اتجاه ومقدار. لكن اذا اريد بس مقدار للضرب العدد ضرب الاتجاهي راح استخدم طريقة الساين. فالاحظ افتح المحدد بالشكل الاتي، طبعا هي مثل ما علمناكم قبل شوي انه نشطب الصف، نشطب العمود راح يبقى لي بس هذا. اشطب الصف واشطب العمود يعطيني هذا وهكذا، افتح المحدد يطلع لي الناتج بالشكل الاتي. هذا الناتج يعطيني ناتج ضرب عددي عفوا ضرب اتجاهي يو كروس في زين اذا اطلع في كروس يو بس مجرد اعكس الاتجاه اعكس شنو؟ اعكس الاشاره لانه انا اعرف من خلال الخاصيه اللي اخذناها انه اي كروس في تساوي لي ماينس بي كروس اي فانا اطلع بس حاله واحده اللي هي يو كروس في من يقول لي طلع العكس يعني طلع في كروس يو بس مجرد اخلي ناقص قدام الناتج يعني اخلي ناقص قدام الاثنين اي شو تصير؟ تصير موجبه ناقص 6 جي تصير موجبه والعشره كي ادخل عليها الناقص شو تصير؟ سالبه فاعطاني هذا الناتج لاحظ انه هذا هو مثل هذا فقط انه دخلنا عليه ناقص واحد المثال الاخر find the unit vector جد وحده المتجه اللي هي n perpendicular in the right hand sense to the vector A and B يعني يقول جد وحدة المتجه العمودية باستخدام طريقة اليد اليمنى اتجاه طريقة اليد اليمنى اللي هذه وحدة المتجه تكون عمودية على المتجهين A و B وأيضا اليد الزاوية اللي تكون بين المتجهين A و B يعني يريد وحدة المتجه ويريد الزاوية خلينا نشوف شلون نطلع وحدة المتجه ونطلع الزاوية
بالبداية أنا حتى أطلع ضرب متجهين A و B أضربهم وأستخدم المحدد والناتج معاتهم حتطلع. طبعاً أنتوا لازم تحاولون تفتحون المحدد وتطلعون الناتج هذا هالشكل هذا ما يفيدكم. حاول تفتح المحدد مثل ما علمتك وتحسب الناتج شوف تأكد من عنده شوفه يساوي 2 I زائد J لو لا احتمال إحنا خطأانين. إذن هذا طلعنا سائل A كروس B. شوف بعد شيء يريد هو يريد وحدة المتجه بالبداية يونت فكتر. زين إحنا إذا نصفن نشوف وحدة المتجه بشكل عام في ساوي لي ساوي لي المتجه على مقدار. زين المتجه وينه؟ الناتج من ضرب المتجهين هذا وياه. بقى أيضا طلع المقدار مات. المقدار مات شلون أجي أطلعه بشكل بسيط؟ إنه هذا عندي 2 في الآي واثنين في الجي. من أجي أحسب إن يطلع جذر 2. يعني إذا أخذ مقدار الآي اللي هو 2 أربعة شو يصير؟ 4 زائدا 4 هالشكل 8 أجذره أشوف إيش قد يطلع. إيش قد يطلع؟ وهنا عندي أيضا 2 موجودة بالمقام يطلع عندي 2 جذر 2. 2 اللي بالمقام راح تروح ويا 2 بالبسط فيبقى عندي فقط جذر 2 بالمقام. إذن وحدة المتجه راح تكون بهالشكل. المتجه على مقداره راح يعطيني الـ n يونت فكتر. بعد شنو يريد؟ المطلب الثاني يريد الزاوية بين المتجهين. إذا أرجع على القانون ألاحظ أنه الزاوية بين المتجهين شو ساوي لي؟ ساوي لي القيمة العددية ساين انفيرس القيمة العددية العفو يعني مقدار الضرب بين الـ a والـ b على يونت على المقدار الـ a في مقدار الـ b. خلينا نشوف هذا المقدار اللي طلعناه ايش قاعد يساوي؟ 2 جذر 2. لاحظون هذا وياي قبل شوي حسبناه هذا اللي قلنا يطلع 2 جذر 2 خليناه هنا. قيمة الـ a على حدة ايش يساوي؟ جذر 3. قيمة الـ b تساوي ايضا شنو؟ لاحظ انه يساوي جذر 3. ف إذن ساين انفيرس 2 جذر 2 على جذر 3 في جذر 3. جذر 3 في جذر 3 تساوي 3. إذن 2 على 3 جذر 2. إذا أطلع بالحاسبة يطلع لي الزاوية تساوي 70 درجة ونص. نعدي مجموعة تمارين اكسرسايز. التمرين الأول Find the angle between vector U و V. جد الزاوية بين المتجهين قبل شوية سولفنا عنها. مرة باستخدام طريقة الكروس برودكت مرة باستخدام طريقة الدوت. يعني مرة استخدم لي الضرب الاتجاهي مرة استخدم لي الضرب النقطي واستخرج الزاوية بين المتجهين. المسألة الثانية Find the area of parallelogram. جد مساحة متوازي الأضلاع. طبعا استخدمها بيا طريقة شلون أطلع مساحة المتوازي الأضلاع. مطيني القاعدة هي B. مطيك the base. البيس يعني القاعدة. القاعدة هي B والضلع الثاني هو C حيث أن C represent the other side الضلع الآخر. إذا مطيني B هي القاعدة و C الضلع الآخر ويقول لي جد مساحة متوازي الأضلاع. وقبل شوية احنا تكلمنا شلون نحسب متوازي الأضلاع بيا طريقة. السؤال الثالث Find the length and direction. جد الاتجاه المقدار والاتجاه of cross product. يعني أنا عندي cross product of D cross G. يعني شنو هذا؟ يعني أنا هنا عندي هذا D cross G متجه باعتبار أنه هذا ضرب اتجاهي. من أضرب متجهين ضرب اتجاهي رح يعطيني في المقدار اتجاهي يعطيني متجه. فيريد يطلع لي الطول مال هذا المتجه واتجاهه وأيضا الطول مال المتجه الثاني اللي هو G cross D واتجاهه. خلينا نشوف يعني ومطيك مقدار D ايش قد ومقدار G ايش قد. طبعا في الحالة يعني نريكم فد هنت انه انت ما كنت داعي تطلع تبدي بهذا واطلع مقداره. طبعا المقدار مال هذا يساوي المقدار مال هذا. هسه واحد ليش لازم تأكد تشوفه تحسبه وشوفه؟ لكن اتجاه هذا ايش راح يساوي لي؟ عكس اتجاه هذا. فنحسبن ونشوف. المسألة الأخيرة A force of 6 newtons يعني قوة مقدارها 6 نيوتن. هنا 6 نيوتن شنو معناها؟ معناها المقدار يعني هذا مقدار القوة. Applied to the direction of vector يعني سلطت باتجاه متجه. هذا المتجه شنو هو؟ V.
ال في شنو هو 2 اي زائد 2 جي ناقصا كي. هسه هنا شو يقول؟ يعني شنو؟ هناك مطيك القوه كمقدار ومطيني الاتجاه اللي سلطت عليه القوه هذا الاتجاه. اكسبريس يعني عبر عن القوه بدلاله حاصل ضرب المقدار في الاتجاه، مثل ما تكلمنا بالمحاضره ببدايتها انه شلون، مثل ما تكلمنا بدايه المحاضره شلون اعبر عن القوه كمقدار مضروبه في اتجاه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.